مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، شخصية العدد الجديد من مجلة الرجل. أنا رجل حل وتطلعات العراقيين أولوية، سيادة العراق خط أحمر ولا يمكن المجاملة عليها، تطلعات العراقيين ومطالبهم في أولويات الحكومة، لن نسمح بإهانة أي عراقي من أي جهة داخلية أو خارجية. السلاح اختصاص الدولة فقط، سنقوم بواجبنا لمنع انفلاته وحصره بإجراءات حاسمة. الترهل الوظيفي أرهق الدولة، سنحرك عجلة الاقتصاد بتوسيع الاستثمارات وتنويع الدخل وتشجيع الصناعة والتجارة والزراعة. لست خائفاً بل أعد نفسي شهيداً حياً، وأخاف من ضميري فقط لأن الله أنعم علي بالشجاعة. نحرص على التوازن مع الأصدقاء والجيران في المنطقة والعالم، انطلاقاً من مبدأ سيادتنا الوطنية أولاً. نحن أنداد لخصومنا، أشقاء لجيراننا، وأصدقاء وخدام لشعبنا فقط. لا يوجد لدينا خيار سوى النجاح. اقرأ الحوار كاملاً في العدد الجديد من مجلة الرجل.